أهلا بكم. سيناء اليوم هي سيناء الجمهورية الجديدة، أرض التنمية والرخاء، حيث المشروعات القومية على كل شبر من ترابها الغالي لتغير وجه الحياة على أرض الفيروز بعد عقود من الإهمال والمعاناة من شبح الإرهاب الأسود. فبعد جهود كبيرة بذلتها الدولة لجذب وتشجيع المستثمرين بسيناء، بلغ إجمالي الاستثمارات العامة بميزانية العام الماضي 45.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 627.4% مقارنة بميزانية عام 2013-2014. كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين، فضلا عن إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بسيناء ومدن القناة. قفزات كبيرة بقطاع الصناعة حققتها الدولة أيضا على أرض الفيروز، حيث تم تشييد مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بتكلفة 727 مليون جنيه، والمجمع الصناعي للرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، ذلك بالإضافة إلى تمويل عشرات الآلاف من المشروعات من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. التنمية الزراعية بسيناء كان لها نصيب الأسد ضمن مشروع تنمية تلك البقعة الغالية، حيث تستهدف 1.1 مليون فدان، منها 239 ألف فدان مساحة منزرعة. كما تم إنشاء 18 تجمعا زراعيا، وإلى جانب ذلك تبرز مشروعات إمداد سيناء بالمياه، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر 5.6 متر مكعب، وذلك للمساهمة في استصلاح نحو 456 ألف فدان، إلى جانب بلوغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة 1,000,000 متر مكعب لزراعة ما يقرب من 60 ألف فدان. ويضاف إلى ذلك مشروعات الاستزراع السمكي، والتي تضم نحو 10,000 حوض ضمن مشروعي هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي، وكذلك تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، فضلا عن العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه. كما أن ندرة المياه التي كانت تواجه سيناء تم التعامل معها عبر العديد من المشروعات الرائدة، حيث تم تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب، من بينها تنفيذ 27 محطة تحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 438 ألف متر مكعب. ولأن لحياة أبناء أرض الفيروز أولوية في أجندة عمل الدولة، شهدت سيناء تنفيذ 4000 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء، و2136 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بشمال سيناء، فضلا عن تطوير آلاف الوحدات ضمن مشروعات تطوير العشوائيات، لتصبح سيناء بشمالها وجنوبها خالية من العشوائيات غير الآمنة. وتم تنفيذ 45 مشروعا للتجمعات البدوية بإجمالي 4100 بيت بدوية، وإلى جانب ذلك تم إنشاء 18 تجمعا تنمويا، ويجرى تنفيذ 17 تجمعا تنمويا آخرين، فضلا عن إنشاء عدد من المدن الجديدة، وأبرزها مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان. إقامة شبكة نقل عملاقة لربط سيناء ومدن القناة بالدلتا كان ركنا أصيلا لدى خطة القيادة السياسية لتنمية سيناء، حيث تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق، فضلا عن إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة. كذلك تم إنشاء مطار البردويل الدولي بتكلفة بلغت 718 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مطارات الطور وطابة وشرم الشيخ والعريش وسانت كاترين. وفيما يخص مشروعات المواني البحرية والجافة، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المواني البحرية، أهمها ميناء نويبع بتكلفة تطوير بلغت 475 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مواني برية وجافة. وعلى صعيد القطاع السياحي والثقافي، عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، حيث تمثلت أبرزها في تنفيذ متحف شرم الشيخ بتكلفة بلغت 812 مليون جنيه، إلى جانب تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، فضلا عن افتتاح قصر ثقافة العريش بعد 10 سنوات من الإغلاق. كذلك تم الاهتمام بالمشروعات التراثية والتي شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وعلاوة على مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى. هكذا وضعت الدولة شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطط الشاملة لتنمية أرض الفيروز باستثمارات بلغت ما بين 40 و50 مليار دولار لتفتح طريق الأمل والخير لأهل سيناء وتصل أصداء النماء للعالم بأسره.